الظاهرة من أون لايف، أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، أنباء الظهيرة من أون لايف، أهلا بكم. تتجه أنظار المصريين مساء اليوم إلى استاد برج العرب لمتابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني ونظير الكونغولي لتحقيق حلم طال انتظاره طوال 27 عاما. فوز المنتخب المصري بأي نتيجة يضمن له التأهل مباشرة إلى كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام القادم. ويتربع منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة للتصفيات برصيد 9 نقاط، ثم أوغندا ب8 نقاط، ثم غانا ب6 نقاط، وأخيرا الكونغو بنقطة واحدة. حلم اليوم لا يمكن أن نفكر فيه دون أن نتذكر مجد الأمس. لذا ونحن على بعد ساعات من انتظار حدث تاريخي لمصر، حيث بات التأهل الثالث في تاريخ منتخب السجدين أقرب من أي وقت مضى. كان لزاما علينا إلقاء نظرة على صناع التأهلين السابقين. دعونا مشاهدينا نتابع من خلال السياق التالي. أهلا بكم. حلم كبير ومجد تاريخي سبقه إنجازان صنعهما أبطال، بات من الواجب علينا ونحن في هذه اللحظات التاريخية إعادة التذكير بهم. منتخب مصر جيل عام 34، المنتخب اللي صنع المجد الأول. تأهلت مصر وقتها كأول منتخب عربي للمونديال بعد فوزها على فلسطين 11 هدف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. المدير الفني للفراعنة وقتها كان الاسكتلندي جيمس ماكري. تكونت التشكيلة الأساسية وقتها من مصطفى كامل منصور في حراسة المرمى، كان في الدفاع علي كاف، حميدو شارلي، حسن الفار، وكان معاهم حسن رجب. أما خط الوسط فكان بيتكون من حسن السويفي، محمد لطيف، حافظ كاسب، مصطفى طه، بينما تكون هجوم مصر وقتها من محمود مختار التتش وأيضا سيد مرعي. ربما لم يرى أغلب المصريين وقتها تأهل جيل 34 للمونديال، لكن بالتأكيد منا من عاصر منتخب 89 صانع المجد الثاني. وقتها تأهل منتخب مصر المونديال بعد فوز تاريخي على الجزائر في الدور الحاسم بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين برأس العميد حسام حسن الذهبية. الجنرال محمود الجهري قاد كتيبة الفراعنة وقتها من على مقعد المدير الفني، بينما تكونت كتيبة الأبطال من أحمد شوبير في حراسة المرمى. أمامه كان موجود إبراهيم حسن، هشام يكن، هاني رمزي، وكان معاهم ربيع ياسين. خط الوسط تكون من مجدي عبد الغني، أحمد الكاس، أحمد رمزي، هشام عبد الرسول، وجمال عبد الحميد، في حين مثل حسام حسن هجوم منتخب الجنرال وقتها. المجد الثالث روسيا 2018 في انتظارنا إن شاء الله. للمزيد من المتابعة عن آخر الاستعدادات الأمنية وتوافد الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني أمام الكونغو، ينضم إلينا مراسلنا من برج العرب أحمد فرج. أحمد أهلا بك. يعني المزيد حول الاستعدادات الأمنية وحماية الجماهير من الازدحام والتكدس. عفوا مشاهدينا، مينا مكرم مراسل أونلايف. مينا هل تسمعني؟ سألتك عن أهم الاستعدادات الأمنية لطبعا قوات الأمن لحماية الجماهير من أي تكدس قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، يعني مع اقتراب وقت هذه المباراة. نعم، نتواجد لازلنا في الطريق الصحراوي قبل منطقة برج العرب تقريبا ببعض كيلومترات، ننتظر اكتمال الأفواج التي تأتي من مختلف محافظات مصر، تحديدا تجمع طلاب من أجل مصر. هذا التجمع الذي يشهد تجمع كبير لعدد كبير من الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات المصرية، تجتمع اليوم لتشجيع المنتخب الوطني المصري. نتواجد في أحد الاستراحات المتواجدة حاليا في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي أو القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل منطقة برج العرب. تستعد هذه الأفواج وهذه الحافلات الكبرى لنقل هذه الأعداد الكبيرة ربما
مئات أو ألاف من الطلاب من أجل مصر لنقلهم إلى استاد برج العرب لمتابعة هذه المباراة الهامة في تاريخ الكرة المصرية ما بين المنتخب الوطني المصري وبين منتخب الكونغو. طبعا في تمام السابعة مساء ننتظر هذه المباراة حصريا على شاشة أون سبورت. الأجواء حماسية للغاية ويعني عدد كبير كما نشاهد ربما في الخلفية يحملون لافتات التشجيع والأعلام المصرية يستعدون لمزيد من تشجيع المنتخب الوطني المصري متمنين الفوز في هذه المباراة. فيما يخص الأجواء الأمنية يعني لم نصل حتى الآن إلى منطقة برج العرب والاستاد حيث تجرى المباراة، ولكن مع الأفواج هناك أيضا احتياطات أمنية يعني تسير وفقا لاتخاذ بعض التدبيرات الأمنية لوصول هذه الأفواج بشكل آمن لمنطقة برج العرب من خلال وزارة الداخلية التي تؤمن وصول هذه الحافلات الكبرى التي تنقل هؤلاء الطلاب كما ذكرت من مختلف الجامعات المصرية في مختلف المحافظات. طيب مين عشان نوصل للجماهير اللي مش متواجدة الآن في الطريق الصحراوي أو التي ذاهبة لهذه المباراة؟ عايزين ننقل أجواء الفرحة. أنت هناك دلوقتي شايف طبعا محتك بالجماهير اللي رايحين هذه المباراة، أهم آخر المظاهر الفرحة لهؤلاء الجماهير يعني إن كانوا يحملون أعلام أو كلمات حماسية قد تشجع الجماهير وتشجع طبعا المنتخب الوطني للفوز بهذه المباراة؟ يعني ربما هاشتاج هنروح كاس العالم هو الأبرز في يعني علامات التشجيع في هذه الفترة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا المشاركين في هذه الاحتفالية الكبرى وهذه التظاهرة الكبرى يعني يشاركون بنفس هذه الجمل التشجيعية، الجميع يتمنون، الجميع واثقين من منتخبهم الوطني في إحراز أكثر من هدف في هذه المباراة الهامة التي تؤهلنا كمنتخب وطني للدخول إلى كأس العالم. ربما تظهر في الخلفية لافتات كبرى تجمع يعني مختلف الجامعات المصرية، تحمل شعارات التشجيع، تحمل شعارات أيضا الفوز والتأهيل لكأس العالم. الجميع أيضا يحملون الأعلام المصرية، بعض الأفراد أيضا يرتدون علم مصر بشكل كامل على يعني ملابسهم. كل هذه الأجواء يعني ربما تحتاج الكاميرا لإيضاحها بالصوت والصورة أكثر من خلال وضوح الصورة والصوت في الخلفية، كما تظهر حيث الجماهير يستعدون لتشجيع منتخبهم الوطني، والجميع أتى من مختلف المحافظات المصرية لتأييد وتعضيد المنتخب الوطني في هذه المباراة في تمام السابعة كما ذكرنا بين المنتخب المصري ومنتخب الكونغو. طيب مينا وانت هناك اكيد طبعا اتكلمت مع الجماهير، هل هناك اي توقعات بشان هذه المباراة بالنسبة طبعا لرأي الجماهير المتواجدين حواليك دلوقتي؟ صحيح، هناك يعني كثير من التوقعات، الجميع يتوقعون أكثر من هدف خاصة بعد التعادل السلبي الذي حدث بالأمس بين المنتخب الغاني ومنتخب أوغندا. هذا التعادل السلبي أيضا شجع ويعني أزاد الحماسة أكثر لدى الجمهور المصري لتأهيل الفرصة الأكبر ولزيادة الفرصة الأكبر للدخول إلى كأس العالم من خلال مباراة اليوم. الكثير أيضا يعولون على بعض من اللاعبين تحديدا بأسمائهم للمزيد من الأهداف، البعض يؤكد على ثقتهم في بعض اللاعبين المحترفين المتواجدين داخل المنتخب الوطني المصري في هذه المباراة لإحراز أهداف بعينها. ربما الجميع يتمنى ويتوقع ربما أكثر من هدف، يعني تقريبا هدفين معظم التوقعات والتمنيات أيضا تدور في هذه المنطقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مينا مكرى مراسل أون لايف، كنت معنا من طريق اسكندرية الصحراوي، شكرا لك.
مشاهدي الكرام، للمزيد ايضا من المتابعه عن اخر الاستعدادات الامنيه وتوافد الجماهير لمؤازره المنتخب الوطني امام الكونغو، ينضم الينا مراسلنا من برج العرب احمد فرج. احمد، ما هي الاجراءات التي تراها الان من خارج استاد برج العرب بالنسبه للوضع الامني، بالنسبه لوجود بعض الاشياء التي تنظم دخول الجماهير، ايضا تزايد عدد الجماهير لانه الدخول هيبدا او ربما بدا منذ دقائق؟ يعني اذا ساعات قليله تفصلنا عن حلم المونديال، مونديال 2018 في روسيا باذن الله يفوز ويتفوق المنتخب المصري على منتخب الكونغو. هذه المباراه ستكون في تمام الساعه 7 من مساء اليوم كما ذكر زميلي مينا مكرم المتواجد على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، توافد للعديد من الجماهير، وبالفعل هنا تصب الجماهير بالقرب من استاد برج العرب. جانب اخر من استاد برج العرب يتمثل في المقاهي المجاوره والموازيه لاستاد برج العرب، تتجمع عدد من الجماهير التي ترتدي تيشيرتات منتخب مصر والاعلام المصريه التي ترفرف في هذه المنطقه. اما بالنسبه للاستعدادات الامنيه، نتحدث عنها استعدادات امنيه مكثفه على قدم وساق منذ ليله امس، انتشار مكثف للدوريات على طول الطريق كمائن ثابته وكمائن متحركه، وايضا انتشار امن مكثف على البوابات الخاصه بدخول الجماهير. يعني منذ دقائق بدات عمليه دخول الجماهير التي بدات منذ 12 من ظهر اليوم وتستمر حتى الساعه 5، نتحدث عن 65,000 تذكره للدخول، عمليات تفتيش على الابواب وذلك لدخول الجماهير والاطمئنان على الامن داخل المدرجات وداخل استاد برج العرب. نتحدث ايضا عن ان وزاره الصحه رفعت حاله الاستعدادات القصوى، تواجد ل 25 سياره اسعاف متواجدة داخل استاد برج العرب وأيضا في محيط استاد برج العرب يعني الحفاظ على هذه المباراة والخروج بها بشكل آمن، خاصة أنها يعني مباراة ستصاحب العديد من الجماهير. على أي حال يعني مظاهر احتفال تظهر في الخلفية ورأي العديد من الجماهير، الطبقات الاجتماعية المختلفة، العديد من الأعمار، السيدات والنساء من مختلف محافظات الجمهورية، اصطحاب الأطفال، كله يرتدي تيشيرت مصر، كله هدف واحد في النهاية هو الوصول إلى حلم مونديال 2018. كافة الاستعدادات الأمنية الموثقة هنا داخل أو في محيط استاد برج العرب. أيضا ما يعني لفت انتباهي في أثناء دخولك على استاد برج العرب، هناك لافتة أو صورة خاصة بالرئيس السيسي يعني تتوسط منطقة الاستاد وفي الجهة الموازية له أيضا، ويعني تمهيد للطرق المؤدية لاستاد برج العرب، خاصة أنها تشهد زحاما في هذه الأثناء يعني مجيء العربيات أو السيارات. نعم، كنت أود أن أسألك أحمد عن الوضع المروري في محيط استاد برج العرب الذي تقف أنت أمامه الآن، ما هو الوضع المروري في هذه المنطقة؟ لأن حيكون منطقة الوصول لكل السيارات ولكل يعني الجماهير. يعني هي يعني هو بالنسبة للوضع المروري، انتشار مكثف لأفراد الأمن هنا، الأمن المرور متواجدين بشكل مكثف على الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب، عدد من التحويلات المرورية التي بتكون بعد انطلاق أو انتهاء المباراة، وذلك لأن بتشهد زحاما كثيرا. أيضا بجوار استاد برج العرب توجد منطقة لانتظار السيارات، بتترك سيارتك وبتتجه مباشرة للدخول على قدميك إلى داخل استاد برج العرب من خلال البوابات المخصصة، تمهيد الطريق كان من خلال المباريات السابقة التي شهدها استاد برج العرب. نتمنى بإذن الله الفرحة تكون وتنطلق من هنا بمونديال 2018 في روسيا وحسم هذا المقعد. نتحدث أيضا عن أن التوقعات بحديثي مع الجماهير هو في النهاية الفوز المحقق، أيا كانت النتيجة لا تهمهم النتيجة 2-0 أو 3-0 ولا يهمهم من سيضع الأهداف، ولكن في النهاية الحلم هو الوصول لمونديال 2018 كأس العالم في روسيا. سنتابع معك أحمد فرج مراسل أون لايف أمام استاد برج العرب، سنتابع معك الأحداث أولا بأول إلى أن يحين إغلاق الاستاد في تمام الخامسة كما أشرت. هكذا فإن الفرصة أمام منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم أصبحت سانحة، وحلم المصريين يقترب إلى تحول إلى حقيقة، ولم يتبقى سوى خطوة واحدة لتحقيق أمل طال انتظاره لأكثر من 27 عاما.
كأس العالم البطولة الأكبر والأقوى والحدث الأكثر متابعة على مستوى الكرة الأرضية، 32 منتخبا يتواجدون في مكان واحد بأحلام وأمال مختلفة لتحقيق أفضل ظهور في هذا المحفل الذي سيشاهده الملايين. أجواء لا تظهر إلا كل 4 سنوات مع كل بطولة جديدة، ومع كل نسخة من المونديال يجلس المصريون كغيرهم من شعوب العالم لمتابعة الحدث والاستمتاع به، ويكون الحديث الأبرز عن أسباب عدم تأهل منتخبنا الوطني لهذا الحدث. هل هو سوء حظ أم عدم التخطيط الجيد لتحقيق هذا الهدف، أم مجرد حظ عاثر يصيب المصريين دائما خاصة في الأمطار الأخيرة من التصفيات؟ مر على منتخبنا أجيال رائعة حققت الكثير من الإنجازات القارية، ولكنها فشلت في بلوغ هذا الحدث، ومن هنا ظهرت كلمة حلم المونديال بعد أن تحول التأهل إلى كأس العالم بمثابة الحلم للمصريين أجمع، فصار مشروعا قوميا يتوحد خلفه الملايين من أجل إنجاحه. وبالفعل نحن حاليا صرنا قريبين جدا وعلى بعد أمطار بل خطوات قليلة من معانقة هذا الحلم والتأهل للنسخة المقبلة من المونديال والتي ستقام على الأراضي الروسية. وما يجعلنا أكثر تفاؤلا عن ذي قبل أن لدينا جيلا بالفعل يستحق أن يتواجد في المونديال، يقوده مدرب واقعي يجيد اللعب على أهدافه ويحقق نتائج جيدة منذ قدومه رغم الانتقادات التي توجه إليه دائما. هو الأرجنتيني هكتور كوبر، ومعه كتيبة من المقاتلين يتقدمهم الأسطورة عصام الحضري، الحارس الذي تمسك بحلمه ورفض الاستسلام للاعتزال كغيره من عشرات اللاعبين الذين عاصرهم على مدار أجيال عدة. جيل يتواجد به نجم ليفربول الإنجليزي صلاح، هذا النجم الفذ الذي يغزو القلوب والعقول على مستوى العالم. جيل يستمر أحمد فتحي في القتال معه، ويقود دفاعاته الحاجز أحمد حجازي، ويتوسط ميدانه النني مدفعجي أرسنال الإنجليزي. والأهم من كل هؤلاء هم المصريون القادرون على تحريك الصخر سواء بالمدرجات أو أمام الشاشات. الكل لاعبون ومدربون إعلاميون وجماهير ومسؤولون صاروا صفا واحدا خلف علم مصر من أجل تحقيق هذا الحلم، وهذه المرة بإذن الله لن يفلت. تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القبض على فرد تكفيري يستخل الدراجة النارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة لإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية وسط سيناء. وفي شأن آخر، تمكنت قوات التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل أتوبيس. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية. الآن مشاهدينا فاصل قصير، نحن في انتظاركم بعد هذا الفاصل. عودة إلى أنباء الظهيرة من أونلاين، أهلا بكم. إذن أهلا بكم مجددا. أجرى وزير الخارجية سامح شكري في باريس اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين. يأتي هذا في إطار جهود وزارة الخارجية لترويج ودعم مرشحة مصر وأفريقيا مشير خطاب. كما التقى شكري مع المندوبين الدائمين لكل من السعودية والإمارات والبحرين لتنسيق المواقف. وزق شكري أيضا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه لبحث خطوات التحرك وسبل تقديم كافة أشكال الدعم للمرشحة المصرية. وإلى ذلك انتقد شكري السعي القطري لتفتيت الأصوات العربية في المجلس التنفيذي لليونسكو، مؤكدا أن سفيرة مشيرة خطاب تحظى بدعم عربي وإفريقي غير مسبوق. قطر في الحقيقة ما تم تداوله من معلومات، أنا مش عايز أخوض في هذا الأمر، يجعل من الحملة لها سمات قريبة من حملة الفيفا
وهناك قدر من عدم الارتياح في أوساط عديدة. لذلك ولن أفيض في حديث عن هذا الأمر، أتصور أنه الترشيح يفتقر إلى مقومات مصر، مقومات مصر الثقافية والحضارية والعددية، فكان أتصور إذا ما كان هناك رغبة حقيقية وحس بالتضامن العربي والاهتمام بالمصلحة العربية المشتركة أن يكون هناك تقدير للترشيح الأفريقي المصري، لأنه يحظى ليس فقط تمثيل الدول العربية وإنما يحظى بتمثيل ربع مكون المجتمع الدولي الأمم المتحدة المتمثل في القارة الأفريقية. استطاعت الدولة المصرية خلال أقل من عام استطاعت من حج إمكانياتها من أجل دعم المرشحة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام للمنظمة الدولية للعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو. الدعم المصري استخدم وسائل حديثة ومتطورة كانت نواته خلال مؤتمرات الشباب. المزيد حول دعم مؤسسات الدولة للسفير مشيرة خطاب في سياق هذا التقرير. جولات مكوكية واتصالات لا تتوقف، عنوان المرحلة للدولة المصرية من أجل توفير الدعم لمرشحة مصر لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب. دعم خطاب للمنصب الأممي لم يكن وليد اللحظة، فقد بدأ قبل عام من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب، وأيضا عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر ليدعو المصريين لدعم مرشحتهم. مجلس الوزراء لم يتوانى طيلة الأشهر الماضية في توفير سبل الدعم عبر مختلف الأدوات الممكنة، ومن خلال صفحة مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء تم نشر السيرة الذاتية للسفيرة من أجل تعزيز فرص فوزها. المراحل التي قطعناها في الحملة لحشد التأييد لترشيح مصر والاتحاد الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. وزارة الخارجية كان لها نصيب وافر في الوقوف وراء المرشح المصري للمنصب، فلم تهدأ اتصالات الوزير سامح شكري كما أجرى العديد من الزيارات الخارجية للقاء ممثلي الدول صاحبة الحق في التصويت. كان آخر هذه الزيارات إلى العاصمة الفرنسية باريس. ولأن إيصال رسالة دعم مشير خطاب هو الغرض الرئيسي، ساهمت الهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع المراسلين الأجانب لإيصال صورة مرشحة مصر في دولهم. اليوم السفيرة مشير خطاب في هذا الترشيح كانوا هم عماد التغيير في مصر خلال ثورتين. طيلة العام الماضي لم يألو أحد جهدا في سبيل اقتناص منصب هو الأرفع في مجال الثقافة، ولا يتبقى إلا انتظار ما ستسفر عنه انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو. هذا وقد بدت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر والقارة الإفريقية بدت على أعتاب مدير عام منظمة اليونسكو، سيدة تحمل خبرات كبيرة وتاريخا حافلا مشهودا به على الصعيدين المحلي والدولي. الزميل أحمد أبو زيد يعرض لنا في هذا العرض مسيرة مشيرة خطاب في خلال مسيرتها وأهم التحديات التي تواجهها. إليك أحمد. شكرا جزيلا لكما. إذن هذا استعراض حول السيرة الذاتية التي تتمتع بها السيدة مشيرة خطاب والتي أهلتها للترشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. تعد السيدة مشيرة خطاب إذن، والتي تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1967، واحدة من المرشحين الأوفر حظا لنيل لقب مدير عام هذه المنظمة. تدرجت السفيرة مشيرة خطاب في العمل الدبلوماسي بعد التحاقها بوزارة الخارجية، حيث شغلت منصب سفير مصر في عدة دول حول العالم، كما تولت بدورها منصب وزير الدولة للأسرة والسكان. فضلا عن ترأسها الأمانة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، كان ذلك في الفترة من عام 99 وحتى عام 2000. نجحت السيدة مشيرة خطاب في كسب ثقة أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو بعدما عرضت عليهم في أبريل الماضي خطتها وبرنامجها الانتخابي وخطة الإصلاح لهذه المنظمة الدولية العريقة. تحظى السفيرة مشيرة خطاب بدعم عربي وأفريقي واضح
وهو ما يشكل كتلة تصويتية معتبرة بعد اعتبار الاتحاد الأفريقي أنها مرشحة القارة الأفريقية، وإعلان كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين والعراق والجزائر وعدة دول دعمها للمرشحة المصرية. يأتي على رأس الدعم الذي تحظى به السيدة مشيرة خطاب الدعم المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن حملات الترويج التي قامت بها وزارة الخارجية للمرشحة المصرية لهذا المنصب. برغم أن الانتخابات يتنافس فيها عدد كبير من المرشحين يبلغ 8 مرشحين، إلا أن هناك نقاط ضعف تبدو واضحة لعدد من المرشحين، وهو ما يسهم بطبيعة الحال في زيادة فرص المرشحة المصرية. المرشح القطري تلاحقه اتهامات بسوء السمعة، سوء السمعة الخاصة به وبدولته في الانتخابات الدولية الخاصة بعدد من المنظمات أو المناصب القيادية، بعد اتهامات الفساد التي طالت الاختيار القطري لتنظيم كأس العالم 2022، فضلا عن تيقن عدة دول حول العالم بحقيقة الدعم القطري المقدم للإرهاب. إلى المرشحة الفرنسية التي تواجه بدورها حملة من الانتقادات الداخلية بعد اتهامات طالتها بالتزوير في قضية فساد تعود وقائعها لعام 2007، فضلا عن أن ترشحها أغضب دولا أوروبية عدة لأنه يعد تراجعا عن عرف سائد في المنظمات الدولية بألا تقدم دولة المقر مرشحا لهذا المنصب. كما أن هناك شبه اتفاق تقريبا على أحقية المجموعة العربية في هذا المنصب باعتبارها المجموعة الجغرافية الوحيدة التي لم تنل هذا المنصب من المجموعات الجغرافية 6 المنضوية تحت لواء هذه المنظمة. وجود قيادة مصرية على رأس اليونسكو بطبيعة الحال لا يروق لدولة الاحتلال، إذ تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن قلق حقيقي بات ينتاب القيادات الإسرائيلية بعد مصادقة اليونسكو بالطبع على قرار يعتبر إسرائيل سلطة احتلال في القدس المحتلة، ويحضها على إلغاء أي إجراء من شأنه تغيير طابع أو وضع المدينة. يأتي الموقف القطري كذلك واضحا، وهو يهدف في المقام الأول كما علمنا من تفتيت الأصوات بعد تصميمها على تقديم مرشح في هذه الانتخابات، بالرغم من أنها لا تملك وبحسب الكثيرين موروثا ثقافيا ترتكن إليه، عكس الموقف العراقي الذي تمتد حضارة بلاده لآلاف السنين، وأعلن بدوره عن سحب مرشحه لصالح المرشحة المصرية. بهذا إذن نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا الاستعراض الذي قدمناه حول السيرة الذاتية التي تتمتع بها السيدة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. إذن شكرا لك أحمد أبو زيد على هذا العرض. اقتحم عدد من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وأفاد شهود عيان أن مجموعات من مستوطنين وصل عددهم إلى 222 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد وقاموا بجولات في ساحاته، كما أدى بعضهم طقوسهم في صلواتهم الدينية خلال الاقتحام. جاء ذلك خلال احتفالهم بعيد العرش الذي يعتبر أحد أعيادهم الرئيسية، والذي يزعم أن اقتحام ساحات المسجد الأقصى من أهم طقوسه. مشاهدي الكرام، أنباء الظهيرة ما زالت متواصلة. الآن نصل إلى الجولة الرياضية. وزميلة رجائي رمزي، إليك رجائي. أهلا بكم. أكد باستيان مينيان مدير الفني لمنتخب الكونغو أنه سيحاول الفوز على مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وقال المدرب في تصريحات للمؤتمر الصحفي أن مواجهة مصر فرصة جيدة للاحتكاك بمثل هذه المباريات تحت ضغط الجماهير في المدرجات. وأضاف مينيان أنه يقوم ببناء جيل جديد من المنتخب الكونغولي يعتاد على اللعب تحت ضغط جماهيري.
أصبح المنتخب التونسي يحتاج لنقطة واحدة للتأهل إلى نهاية كأس العالم بروسيا 2018 بعد الفوز على غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. كان منتخب غينيا هو البادء بالتسجيل عبر نابي كايتا في الدقيقة 37، ثم سجل عادل يوسف المساكني الهدف الأول والثاني لنسور قرطاج في الدقيقتين 45 والخامسة والسبعين، وسجل أمين بن عمر ثالث أهداف نسور قرطاج في الدقيقة 84. عاد المساكني مرة ثالثة ليحرز الهاتريك والهدف الرابع لتونس. رفع نسور قرطاج رصيدهم بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة. حقق المنتخب المغربي فوزا كبيرا على نظيره منتخب الجابون بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018. سجل ثلاثية منتخب اسود الاطلسي خالد بوطيب هاتريك ليحقق منتخب المغرب ثلاث نقاط غالية في سعيه للتأهل لمونديال روسيا 2018. بذلك يحتاج المنتخب المغربي لنقطة واحدة من مواجهة المقبلة امام كوت ديفوار في ابيديجان لتضمن تواجدها في روسيا 2018. سقط المنتخب الجزائري على يد ضيفه الكاميروني بهدفين دون الرد بملعب أحمد أهيجو، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018. يبقى المنتخب الجزائري متذيل الترتيب بنقطة واحدة، بينما رفع أسود الكاميرون رصيدهم إلى ست نقاط في المركز الثالث. عودة إلى الزملاء. شكرا لك رجائي. ننتقل بكم مشاهدينا إلى محكمة جنايات الجيزة والحكم على 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أجناد مصر إلى هناك. والمقيدة برقم 103 لسنة 2014 أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم أجناد مصر. هم أجناد الشيطان، أجناد مصر هم خير الرجال الأرض. بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق المدولة قانونا، وبعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية، قررت المحكمة إحالة كل من بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد صابر رمضان نصر، جمال زكي عبد الرحيم سعد، عبد الله السيد محمد السيد، ياسر محمد أحمد محمد خضير، سعد عبد الرؤوف سعد محمد، محمد أحمد توفيق حسن، محمود صابر رمضان نصر، سمير إبراهيم سعد مصطفى، إسلام شعبان شحاتة سليمان، محمد عادل عبد الحميد حسن، محمد حسن عز الدين محمد، تاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة، إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 7/12 للنطق بالحكم. بس إن شاء الله روح هذه الجلسة. إذن مشاهدينا، كانت هذه النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أجناد مصر، حيث تم إحالة 13 شخصا متهمين في هذه القضية إلى أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، وتحديد 7/12 للنطق بالحكم. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لهذه النشرة. نواصل الأنباء من أون لايف. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن المرحلة الأخيرة من عملية تحرير محافظة الرقة ستنطلق هذه الليلة، وقد أوضحت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استعادة كاملة لمحافظة الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. يشار إلى أن القوات الكردية قد أعلنت العثور على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع لتنظيم داعش في مدينة الرقة أمس عقب مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مصر والسعودية لعبتا دورا بارزا في توحيد المعارضة السورية. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي إن بلاده ترحب بهذا النهج من قبل الأطراف المعنية، مضيفا أنه من الجيد توسيع عدد الدول المراقبة لمفاوضات أستانا الخاصة بالأزمة السورية. وأوضح المسؤول الروسي أن مصر لعبت دورا مهما في تأمين اتفاقي حول منطقتين من أصل أربع داخل سوريا لخفض التصعيد، مشيرا إلى أن موسكو تؤيد مثل هذه الخطوات من قبل كل من هو مستعد للمشاركة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي بحث الوضع في سوريا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على فعالية عمليات القوات الجوية الفضائية الروسية لدعم تقدم الجيش السوري في الأراضي السورية. أضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي وصف تطور الأحداث في سوريا بالإيجابية، كما وجه باستمرار دعم القوات الروسية للجيش السوري. أعلنت قوات الأمن العراقية انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش الإرهابي في حوض زور شمال شرقي محافظة ديالى. وقال قائد عمليات دجلة إن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وذلك لتعقب فلول داعش شمال شرقي مركز بعقوبة، مشيرا أن خطة الهجوم تجرى من ثلاثة محاور بغطاء من قبل طيران الجيش. على صعيد آخر، قد ضمت الخارجية العراقية مذكرة رسمية إلى إيران وتركيا تطالب بغلق المنافذ الحدودية مع أقليم كردستان. قالت الخارجية العراقية إن المذكرة تطالب أيضا بوقف التعاملات التجارية مع أقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط وبيعه مع الإقليم. كما نشدت الخارجية العراقية الدولتين بالتعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية فقط وفقا لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية. تمكنت قوات الأمن العراقية من السيطرة على 150 قرية ومنطقة خلال عمليات تحرير قضاء الأحويجة من قبضة تنظيم داعش. وقال قائد عمليات تحرير الأحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يلالله، قال إن القوات تمكنت من قتل 385 إرهابيا بينهم 5 قناصين، إضافة إلى إلقاء القبض على 6 آخرين وتفكيك 95 سيارة مفخخة خلال عمليات التحرير. قال متحدث باسم الداخلية السعودية إن حارسين سعوديين لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجراح بعد أن قضى مواطن سعودي سيارته نحو باب القصر الملكي في جدة وبدأ في إطلاق النار. وقال إنه لا تتوافر أي معلومات عن تورط مرتكب الواقعة في جرائم سابقة، سواء أمنية أو جنائية، أو وجود أي ارتباطات له بأي تنظيمات أو جماعات متطرفة أو إرهابية. في مدينة صبراطة الليبية تمكنت السلطات الليبية من اعتقال أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي من جنسيات آسيوية وعربية وأفريقية. جاءت الاعتقالات بعد أسابيع من مواجهات دامية في المدينة الليبية التي تحولت لمركز انطلاق أساسي للهجرة غير الشرعية. قتل 5 أشخاص تابعين لتنظيم القاعدة في غارة جوية بطائرة بدون طيار على محافظة مأرب اليمنية. وقال شهود عيان إن القصف استهدف سيارة في منطقة رغوان التي تعد أحد معاقل التنظيم في اليمن. الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية كثيرا ما تستهدف تلك المناطق بطائرات بدون طيار ضد تنظيم القاعدة في اليمن. أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي اقتحمت مقر وزارة الخارجية في صنعاء وتمركزت فيها. وقالت المصادر إن الحوثيين اقتحموا الوزارة لمنع وزير الخارجية هشام شرف من الدخول. من جانبه هدد الوزير بالتوقف عن ممارسة مهامه حتى يتم التحقيق والكشف عن المسؤول عن عملية الاقتحام. كان الحوثيون قد اقتحموا في وقت سابق وزارة الصحة والتعليم العالي ومنعوا الوزراء من ممارسة عملهم. في مسعى لتوفير مساحة تستوعب تدفق الأعداد الضخمة من لاجئي المسلمين الروهينجا، تعتزم بنغلاديش قطع أشجار الغابات لتوسيع مخيم يأوي أسرا معدمة هاربة من العنف العرقي في ميانمار المجاورة.
وكان قد وصل إلى بنغلاديش أكثر من 500,000 من المسلمين الروهينجا من ولاية راخين الواقعة غرب ميانمار منذ نهاية أغسطس الماضي، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكثر حالات اللاجئين تسارعا في هذا العالم. قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الحكومة الإسبانية قد تستخدم الصلاحيات الدستورية لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا ومنع استقلال الإقليم عن إسبانيا. وأوضح راخوي في مقابلة مع صحيفة البايس الإسبانية، أوضح أنه لا يستبعد استخدام المادة 155 في الدستور التي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة. وفي مدريد يتظاهر عشرات الآلاف في سائر أنحاء إسبانيا داعين إلى ضرورة المحافظة على وحدة بلادهم، كما طلب المتظاهرون بتحرك سريع لحل الأزمة السياسية على خلفية خطط الانفصاليين في كاتالونيا إعلان استقلال إقليمهم الغني. ضرب إعصار من الدرجة الأولى سواحل الولايات المتحدة بعد عبوره خليج المكسيك مخلفا دمارا في أمريكا الوسطى، حيث أودى بحياة 31 شخصا. ووصل الإعصار إلى الأراضي الأمريكية من دلتا نهر ميسيسيبي بسرعة بلغت 31 مترا ومحملا برياح بلغت سرعتها 140 كيلومترا. هذا واتخذت السلطات الأمريكية سلسلة من الإجراءات قبيل مجيء الإعصار، حيث أخلت عددا من المناطق على طول الساحل الأمريكي وفرضت حظر تجوال في نيو أوريانز، بينما استعدت ولاية لويزيانا وميسيسيبي وألاباما لوصول نيت. سيدي الكرام، ننتقل الآن إلى هذه الإطلالة العلوية على محافظة الإسكندرية. من الأسكندرية إلى إطلالة علوية على منطقة التجمع الخامس أحد أحياء مدينة القاهرة الجديدة. إذن مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة، ولكن نحن متواصلون. اللقاء على رأس الساعة.